متابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم في 300 جرام جديده وحلقه جديده من حلقاتكم لبرنامجكم الرائع. ما شاء الله تبارك الله، التفاعل جدا رائع ما شاء الله، سواء على الرسائل الخاصه عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر هاشتاج 300 جرام. شكرا جزيلا لكل جمهورنا المحب الرائع اللي اكرمنا بهذه التعليقات الحلوه والتفاعل الرائع. لذلك اليوم ما راح نبخل عليكم، وراح نتكلم عن دليل السعرات الحراريه في أشهر الأطباق. يلا معانا الناس اللي حابة تنحف، الناس الرشيقة الخفيفة، راح نتكلم عن هذا الموضوع. في البداية وخطين تحت السطر، أكثر اللي بيسمنا مش الأكل الأساسي، أكثر اللي بيسمنا هو النقنقة، بمعنى بسبوسة من هنا، القيمات من هنا، حالة من هنا، جيلي من هنا، وفي الآخر دكتور وزني ثابت مع إني ماشي على نفس النظام الغذائي. لكن عارفين هذه اللي أنت بتسرقها أو اللي أنت بتسرقيها بسرعة، هذه هي الطامة اللي بتخلي وزنك أو بتخلي وزنك ثابت على الميزان. لذلك مستعدين شباب؟ مستحمسين معنا؟ سعرات حرارية في أشهر الأطباق الشهيرة. يلا القطايف. يا سلام على القطايف. قطايف الجبن فيها من 200 إلى 250 سعرة حرارية. وهنا خليني أقول لك إنه كل دقيقة رياضة كم سعرة حرارية بتحرق؟ كل دقيقة رياضة تحرق 10 إلى 15 سعرة حرارية. لذلك إذا أنت حبيت أنك تأكل قطايف فيها 250 سعرة حرارية، لابد أنك أنت تمشي 25 دقيقة عليك بالعافية، إلا إذا كانت ضمن سعراتك الحرارية اللي أنت محتاجها في اليوم اللي هي 1500 سعرة حرارية. لكن كل ما زاد عن 1500 سعرة حرارية فأنت محتاج أنك أنت تمشي علشان تحرقها أو تسبح. قطايف المكسرات 300 سعرة حرارية، كم حابب تمشي؟ 30 دقيقة. محبين السمبوسك، السمبوسك اللحم فيها 120 سعرة حرارية، يعني محتاج إلى 12 دقيقة مشي. سمبوسك الجبن فيها 100 سعرة حرارية، يعني محتاج 10 دقائق مشي. سمبوسك الخضار فيها 80 سعرة حرارية، يعني محتاج إلى 8 دقائق مشي. فهذه أمورك ممتازة. بالنسبة للقيمات من 50 إلى 70 سعرة حرارية، عارفين اللقيمات الصغيرة؟ علشان تاكل واحدة محتاج انك انت تمشي 5 دقائق. بالنسبة للعصير التوت في تقريبا 160 سعرة حرارية. بالنسبة للجلي في 120 سعرة حرارية. محبين ام علي 35 دقيقة مشي، لأنه فيها 350 سعرة حرارية، عليكم بالعافية. والله حلوة. المعمول أنا بالنسبة لي يعني 300 سعرة حرارية مقابل 30 دقيقة، الأفضل إني ما أكله وأحوش سعرات الحرارية لأشياء ثانية. التمر، يا سلام، حالي وحلو وسنة ما شاء الله تبارك الله، في من 15 إلى 35 سعرة حرارية. كريم الكراميل 150 سعرة حرارية، وعلشان تحرقه لابد إنك أنت تمشي ربع ساعة. خليني أقول لكم سر عن أطباق الشوربات وكم سعرة حرارية. شوربة العدس الطبق الصغير في 140 سعرة حرارية. شوربة الخضار الطبق الصغير في 120 سعرة حرارية. شوربة الفطر في 190 سعرة حرارية. في شوربة الذرة فيها 150 سعرة حرارية. لذلك كلها شوربات، لكن الأفضل أن نروح نتوجه لشوربة الخضار، أفيد وأنظف، وكمان فيها سعرات حرارية أقل. بالنسبة للطبق الرئيسي الكبسة، وأنا مع الكبسة وضد أني أنا أمنعها، لكن ناكلها باعتدال لأنها مهمة وطبق رئيسي، بخلاف المقبلات اللي قبل شوية قلناها. كبسة اللحم 100 جرام فيها 350 سعرة حرارية، وكبسة الدجاج 100 جرام فيها 250 سعرة حرارية. وهنا لاحظتوا أنه في فرق بين اللحم والدجاج تقريبا 100 سعرة حرارية. ولو شلنا الجلد من الدجاج كمان راح نخفف السعرات الحرارية كمان وكمان. طيب بالنسبة للكبة المقلية فيها 200 سعرة حرارية، 200 سعرة حرارية في في 3 يعني 600 سعرة حرارية، يعني 60 دقيقة مشي، يعني ثبات في الوزن. يعني دكتور غندور أنا ما نحفت مع أني ماشي على نفس نظامك، بس صقوط، وهذه الصقوطة ما بتبين معانا إلا في النهايات في التصفية النهائية، فبالتالي لابد أن ننتبه لهذا الموضوع. البقلاوة، أبو حميد بتحب البقلاوة؟ لا دكتور لا تعذبنا دكتور، لا تعذبنا دكتور، أرجوك أرجوك. أبو حميد علشان تأكل بقلاوة 100 جرام أيوة لازم تمشي 40 دقيقة. يا لطيف 40 دقيقة دكتور؟ مستاهلة؟ المشكلة إني آكل 2 بقلاوة مو واحدة. 100 جرام بتاكل 2 يبغى لي ساعة. لا 100 جرام 2 يعني 100 جرام يبغى لك يعني 40 دقيقة لأنه فيها 400 سعرة حرارية. مين أفضل؟ ما تاكل ولا تلعب رياضة؟ لا والله أسهل لي إني لا آكل صراحة. وهذه النصيحة دائما أقولها لكبار السن، أنتم ما بتقدروا تمشوا ولا بتقدروا تتحركوا، وقفوا لي النقنقة. النقنقة خطيرة جدا، لو وقفتوا النقنقة معناته ايكوال او يساوي معناته عدم الحركة، فأنتوا كده ممتازين جدا. بالنسبة للكنافة ايوه على حسب بالقشطة ولا بالجبنة؟ اخبط والنابلسية وزيد القطر يا معلم. الكنافة ال 100 جرام يعني الطبق فيه 400 سعرة حرارية، 40 دقيقة مع البقلاوة و40 دقيقة مع الكنافة، يعني لا تروح البيت، خليك ماشي. طيب إذا هذه أشهر السعرات الحرارية في أشهر الأطباق اللي إحنا بناكلها. طيب خلينا أقول لكم نصيحة مهمة، نروح نشوفها ونرجع مرة ثانية علشان أقول لكم كيف ممكن تأكلوا هذه الأطباق بكل أريحية وبدون حرمان. برجيم الغندور ما في حرمان، خلينا نشوف. اتركوا الظالم لمحكمة الآخرة فهناك لا حاكم إلا الله. لابد أنك تعرف إنه من ضمن المكاسب اللي ممكن تحصل عليها في الحياة إنك تخسر بعض الناس. لازم تعرف ضربني وبكى وسبقني واشتكى. نقي الروح والقلب بيتعب الناس أكثر من الخبيث. هذه هي الحياة، شئنا أم أبينا ما راح نتعلم إلا أن نخطئ. أحد منا بيشعر بالسعادة وبيختار بنفسه البعاد. لا تندموا على معرفتكم لأي شخص من الأشخاص، فالناس الجيدين تعطيكم السعادة والناس السيئين تعطيكم التعاسة، أما أسوأ الأشخاص فبيعطوكم درس في الحياة. وخلينا أختمها، شكراً لكل الأشخاص اللي جعلوني أضحك على الرغم أني حتى ماني قادر أبتسم. لبرنامج 300 جرام عيشوها بسلام. ورجعنا لكم، شفت؟ يعني كل دقيقة من المشي أو من الرياضة بتحرق من 10 إلى 15 سعرة حرارية، تخيل؟ طب يعني 10 دقائق يعني 150 سعرة حرارية وهكذا، يعني إجمالياً أفريج. طب دكتور معلش هذا شيء أنا عن نفسي أحبها وأتوقع الكل يحبها، طب كيف أكلها وكيف في نفس الوقت ما يزيد وزني؟ ما أدري، معادلة صعبة. وأنا كمان أحبها والله أبو حميد، لكن خليني أقول لكم شيء. كل شخص منا محتاج إلى سعرات حرارية في اليوم، لأنه هذه السعرات الحرارية هذه اللي بيستهلكها وهذه اللي بيخرجها. القاعدة بتقول سعرات حرارية كثيرة معناته وزن كثير، سعرات حرارية قليلة معناته وزن قليل، سعرات حرارية منتظمة معناته وزن منتظم، وهكذا. يعني اللي انت بتاكله لو حركته ما عندي مشكلة. خلينا اقول انه الرجل علشان ينحف محتاج الى 1500 سعرة حرارية، والمرأة علشان تنحف الى 1200 سعرة حرارية، هذه علشان تنحف. إذا أكلت الحلويات ضمن سعراتك الحرارية ما عندي أي مشكلة. إذا زادت عن هذه السعرات الحرارية لابد أنك أنت تلعب رياضة زيادة. بمعنى إذا أنت جاي على بالك تأكل كنافة لا تتغدى، لأنه 400 سعرة حرارية كأنها طبق كبسة، فبالتالي إذا جاي على نفسك، لأنه مش كل يوم نفس الملل نفس الأكل نفس مثلا خبز، لا ممكن توقف الخبز تأكل حلا مكانه، لكن ما نخليها هنا عبارة عن وجبة خفيفة، لا هي عبارة عن وجبة ثقيلة لأنه فيها سعرات حرارية عالية. 2 شيرنج، أحلى حاجة الشيرنج، تقاسم انت واللي معاك، نص كنافه لك ونص كنافه لي، هذا ممتازه جدا جدا. 3 الحلا ولا المالح؟ مين افضل لخساره الوزن ولعدم الجوع؟ ابغاكم تجاوبوني على هاشتاج 300 جرام وانا راح اعطيكم الاجابه في الهاشتاج، مين افضل؟ الحلا ولا المالح؟ علشان تخسر وزنكم، هذه مهمه جدا لو طبقتوها رائع جدا. الحلول، لما تحب تاكل حلا خليه 3 ايام في الاسبوع مش كل يوم، علشان مقاومه الانسولين وعلشان تحافظ انك انت ما تجوع بشكل مستمر، لانه الحلا بيخليك تجوع لفتره طويله وبالتالي شهيه مفتوحه وبالتالي وزن زايد وما راح تقدر تنحف معنا 300 جرام. عارف الحلويات اللي تكلمنا عليها قبل شوي راح تخليك تحرق 300 جرام بدون ما تعمل رجيم ولا نظام غذائي، روعه وسهله، مجرد انك انت وقفت الكنافه بدون رياضه بدون اي حاجه انت حرقت 300 جرام، رائعه ولا مش رائعه؟ ثلاثة، لا تروح جنب النار وتقول أنا ماني قادر أقاوم وتولع البنزين، يعني لا تشتري حلويات في البيت وتقول أنا دكتور ماني قادر أقاوم، ولا تتسوق وأنت جيعان، لأنك أنت لو تسوقت وأنت جيعان كل الحلا موجود في سلتك وتقول والله حرام إني يخسر، وتاكل وتاكل وبالتالي خطيرة. خمسة، حاول إنه تكون الحلا بعد أكل أساسي علشان ما تاكل كمية كبيرة علشان تكون مل المعدة. ستة، اشرب مية قبل الحلا. سبعة، إذا أكلت حلا كثير معناته رياضة كثير أو مشي كثير علشان تحرق السعرات الحرارية. وكذا هذه حلقتنا في 300 جرام، حلقة قوية جدا جدا. أنا أدري أنها صادمة وأنا أدري أنها متعبة، لكن في أشياء أقول لكم لازم تاكلوها وفي أشياء لازم أقول لكم لازم تبطلوها، مثل أشهر هذه الأطباق اللي إحنا فيهم. مستعدين تقولوا لنا في الهاشتاج 300 جرام وش أفضل الحلويات اللي تاكلوها، وش أكلتوا اليوم، وصوروا لنا أطباقنا وفعلوا الهاشتاج وأنتم كرمة وحنا نستاهل. وشكرا لكل طاقم العمل اللي قاعدين ما شاء الله تبارك الله معانا في هذه الحلقه وفي كل حلقات علشان تطلع الحلقات بهذا الشكل الرائع ما شاء الله تبارك الله، من اخراج من تصوير من اعداد من كل شيء من اضاءه. شكرا جزيلا لكم، والشكر الكبير لجمهور المجد ولجمهور الغندور، الله يسعدكم ويعطيكم الصحه والعافيه. كان معكم دكتور محمد الغندور.